أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. عند اقتراب شهر الصيام تكتظ أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات وتتضاعف الاحتياجات والنفقات وتزداد منافسة الفضائيات، ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات، وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون. مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه وتحرمك من ثمراته وفضائله، وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن. إنما أعد لك في رمضان مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومسابقات، وكأنهم يقولون لما صفد ربنا مردة الجن تحركنا نحن مردة الإنس، وبدأوا فعلا يفعلون مثل ذلك. هذا الذي أعد في رمضان، وهذا واقع. أنا شخصيا أعرف عددا من القائمين على القنوات الفضائية الفاسدة، بعضهم من الكفار أصلا، غير مسلم أصلا، حتى من خلال اسمه تعرف أن اسمه أعجمي غير مسلم وهو من أسماء النصارى، وبعضهم لا دينيين، لا ديني، يعني فلان اسمه اسم إسلامي لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، وقلبه مليء بالشبه ضد الإسلام، ويصرح بهذا دون أن يخشى من أحد، ويقوم على قنوات يعرف أن رمضان هو الشهر الذي يقبل الناس فيه على الخير، وربما كثير منهم مع عدم الطعام والشراب يجلس في البيت، وبالتالي يبدأ يفتح هذه القنوات. في شهر الرحمة اسمعني يا إنسان، صم بجوارحك وقلبك واحفظ صومك حتى من بعد الأذان. لا تفسد عملك بشتيمة وسب فلان وفلان وبمتابعة ما يبثه ذلك التلفاز الشيطان، فقد خصصوا عروضهم فقط في رمضان ليلهوك عن ذكر الرحمن. يا إخواني انتبه من أن يلعب هؤلاء بك. إذا كانوا يقولون أعددنا لكم في رمضان، قل هذه لم تعد لي، أنا أعد لي مصحف، وأعد لي مسجد، وأعد لي صلة رحم، وأعد لي طلب علم وخير واستغفار ورحمة ومغفرة، هذا الذي أعد لي في رمضان، أما أنتم فأعددتم هذا لغيري. أما يا إخواني أن يصرف الإنسان ربما ما لا يقل عن 3 أو 4 ساعات يوميا وهو ينظر إلى هذه الأمور من خلال التلفاز، ثم إذا جاء الليل قال يا ربي اجعلني من عتقائك من النار هذه الليلة، سبحان الله، إن السفينة لا تجري على اليبس، كيف يعتقك من النار وأنت طوال اليوم ربما لم تقرأ إلا صفحة ولا صفحتين من القرآن؟ كيف يعتقك من النار وأنت لما وقفت وراء الإمام وبدأ الناس يبكون خاشعين وأنت تعصر قلبك لتبكي، فإذا قلبك لا يستجيب لك لأنك غطيته بالران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أنت الذي أفسدت قلبك على نفسك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال عليه الصلاة والسلام حتى تكون القلوب على قسمين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، كإناء الفخار الذي قلبته فازداد ظلمة فيما هو أسفل منه، قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها، وأقبلوا على طلب الآخرة،
فتراهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وباليسير من الطعام والشراب يكتفون، وبصحبة القرآن يعيشون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوون. الإنسان الذي لا يستطيع أن يخشع في صلاته ينبغي أن ينظر في السبب، ليش ما خشعت في صلاتي؟ ليش اللي عن يميني ويساري يبكون وأنا ما بكيت؟ لماذا أنا أمر على آيات تتكلم في وصف الجنة والنار ثم لا يتأثر قلبي؟ لماذا؟ من الذي أفسد علي قلبي فأبتعد عنه وأنفر عنه وأحاربه؟ من هذا؟ ينبغي أن يعتني الإنسان يا إخواني فعلا بأن يبحث لنفسه عن النجاة. ابحث عن نجاة نفسك، ابحث عن أن تكون ممن يقال له يوم القيامة قد أعتقت رقبتك ليلة كذا وكذا. فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير، يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري. تراويح ومغفرة تجود عليك بالأجر، وصوم فيه مرحمة به الحسنات كالقطر، به الحسنات كالقطر.